تسلم مبادره فخامه الرئيس الساعه 9:30 المستمره في بناء الوطن والمواطن. النهارده في بنتجول كلنا مع بعض في تسجيل اللقاح، تطعيم اللقاح فيروس الكورونا. طبعا زي ما انتم عارفين كل المراكز ان شاء الله هيبقى مشاركه معانا في جميع مراكز الاهليه. النهارده ازاي الدكتور ايمن مختار محافظ الاهليه بتواجدي مع الفرع التواصل الاجتماعي الموجوده من الوزاره طبعا من الصباح، وبتسجل زي ما بتسجل كده جميع الحالات اللي ما اتجابتش قبل كده في انها تاخد اللقاح، وده امر مهم جدا وده الحفاظ على صحه المواطن. النهارده بنبدا حمله صناعه مطمئن السكن الان بمحافظه الدقهليه. معالي الوزيره دفعت لنا الفريق ده، وفي فريق التواصل المجتمعي من الوزاره، الفريق ده مجهز بكل الاجهزه. الحمد لله منتشر دلوقتي ما بين المواطنين، الناس اللي قلقانه من التطعيم عايزين نقول لهم ان التطعيم امن فعال مجاني، واللي عايز يسجل او ما قدرش يسجل بيسجل له، اللي كان له رساله بعيده وعايز يعني يتواصل دلوقتي ويسجل الان علشان بعد ما بنتم التسجيل وبنبعت له رساله بناخده عن طريق الباصات وبنوديه مراكز الشباب، اعرف مركز الشباب هنا في مدينه المنصوره سواء نادي الشعب او الصاله المغطاه. وبعد ما نخلص الاجراء ده النهارده وبعد ما فريق الوزاره يخلص احنا مستمرين معاكم عن طريق مديريه الشؤون الصحيه. كل النوتيسات دي والباصات ان شاء الله هتبقى منتشره في جميع مراكز محافظه الدقهليه، وبنبعت على اثارها لمراكز الشباب. عايزين نوصل لاكبر عدد من الناس اللي ياخدوا التطعيم ان شاء الله.